طبعا احنا انا كنت في الميدان النهارده ميدان التحرير زي ما انتم شايفين، عندنا الجنينه الجميله اللي احنا فيها. طبعا انا لاحظت في زي قفط كده موجوده نقراها. لاحظت اكتر من يافطه موجوده. هو حضرتك اللي حاطط اليافطه دي صح؟ ايوه انا بتاعي الاول مصلحه خدمت الجيش 22 سنه 8 شهور 22 سنه وعملت مصروفي في اربع فقرات ومثبتها بعد من الحوض. حضرتك هي الاشعه بتاعتك السيريال نمبر بتاع العمليه. دي الاشعه اللي تثبت ان انت عملت العمليه. عندي فقرات العمليه الثانيه موجوده اهي وادي التاريخ بتاعها الطب. ثانية واحدة اوريها حضرتك. التاريخ اللي بيثبت ان انا عندي اربع فقرات، الفقرة الاولى الاولى والخامسة قطني والخامسة والرابعة. الخامسة والاولى القطني والرابعة والخامسة قطني. ده بخلاف اللي فوق. وعامل حادثة داخل الكويت في الجيش اهي. اصابة داخل الجيش نفسه. داخل الجيش اهي وموثقة بحاجات نيري. هذا حضرتك ما يثبت. هم دول ولاد حضرتك؟ دول ولاد الخمسة ربنا يخليهم لك. ده سيادتك تقرير اصابة اسمه تقرير اصابة. كلام مكتوب قدام حضرتك اهو انه في يوم 11/4 اثناء العمل اليوم المساعد اول ثروت محمد عبد العاطي واثناء خروجه من باب الحمام انزلقت رجليه وتم سقوطه على ظهره وقام بعض زملائه الموجودين بجواره بحمله وعمل اورنيك عياده الى مستشفى الحلميه العسكري للعظام والتكميل يوم 11/4 وبناء على اقوال الشهود تبين ان الاصابه حدثت لما سقوط قضاء وقدر. معاك الاصابه قضاء وقدر. تمام حضرتك؟ واعمل حادثه تطلع الاصابه بتاعتك. تقولي الإصابة قضاء وقدر والخدمة وليس خيالها واطلع من الجيش ما تاخدش مستحقات طبية. عشان ما تلعبش من الجيش ما تدوسش أي مستحقات. طيب وحضرتك قاعد هنا؟ أنا قاعد سعادتك يا ريتني يجيلي حق. مش همشي بإذن الله. أنا مشي عيال الخمسة دول. حضرتك اشتكيت منين بالظبط؟ أنا اشتكيت في المنطقة المركزية بقالي سنتين. أنا خارج 1/4/2009. إمبارح رئيس أركان المنطقة المركزية بيقول لي أنت مالكش حق عندي. ماليش حق. ماليش حق عنده. انا عايز اعرف حاجه. انا عندي عياده اهي. الموقف ده حصل ثانيه كتير. سالتك لو طلبت الموضوع ده هتلاقي بدل الناس كتير. احنا كنا 69 واحد امبارح. انا اول امبارح كان فينا 69 واحد. 69 واحد. لا نفس الموقف مختلفه. كل ساعات على جسم الاصابات على طول. من غير مستحقات. من غير مستحقات. هذا تقرير البطاقة العلاجية اهو. استصدار غضروف الوالدين والقطرية الخامسة والستة والستة والسابعة. أنا عملتها فوق. فاتحين بطنه وقاعدين من هنا بيلعبوا. الحمد لله على سلامتك. أنا لو مكسوف أوري لحضرتك اهو. ده تقرير الشفاء النهائي اللي بياخده المريض بعد العملية. تركيب قطنية جراحية؟ لا تركيب قفصين جراحيين. قفصين جراحيين. التركيب دوت بيشيل عظم اربع شرايح بيقفلك زي القفص العادي. زي القفص العادي. وفي الاخر ما خدش حقك. واللي عنده تهتك في الرباط الصليبي صور حضرتك. وانا بقول للعالم كله يصور. اللي بيطلع عنده رباط صليبي بيطلع بالخدمه وبسببها. انا حقي فين؟ انت بتطلب حقك من من قطاع القوات المسلحه. الكفاءات الطبيه. انا طالع بنسبه عجز 35%. فين حقي؟ طب انا عايز حق من الجيش باذن الله. حقك ان شاء الله باذن الله. يعني نسبة العجز ايه يا حضرتك؟ ده لجنة طبية يعني نسبة العجز 35%. ربنا يكرمك والحمد لله على سلامتك. الله يسلمك.